رجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا التكنولوجي احنا دايما بنقول ان هو سلاح ذو حدين، زي ما ليه ايجابياته ايضا ليه سلبياته. سلبياته بقى كتير بنقعد نتناقش فيها في الفقرات، ولكن فكره الالعاب الالكترونيه اللي اصبحت دلوقتي خطره، خطره بشكل نفسي، خطره بشكل ان هي بتستدرج الشباب والاطفال لجهات اخرى، خطره حتى على تواصلهم مع اهاليهم ومع المجتمع اللي حواليهم. واصبح ملف الالعاب الالكترونيه دلوقتي على طاوله النقاش في مجلس الشيوخ، لانه شعر بانه لابد النقاش في هذا الملف، وكيفيه طبعا يعني الرقابه على المحتوى المقدم للشباب المصري، وخاصه لهذه الالعاب الالكترونيه الخطر. هنعرف بقى يعني كيفية النقاش في هذا الموضوع. تعالوا نروح لضيفتنا الدكتورة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. سعيدة أنه مجلس الشيوخ بيلمس ملفات اللي هي القريبة من الناس، يعني ملفات الاجتماعية، وبيدق النقص، يعني فكرة النقص الخطر أنا بشوفه فين وبروح أعالجه. ليه بقى ملف الألعاب الإلكترونية قررتوا تفتحوه أو تتناقشوا فيه، خاصة أن حضرتك في لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات؟ إيه اللي شفتوه أو إيه الأرقام اللي رصدتوها خلتكم تقولوا لأ نقص الخطر بيرتفع؟ الأول صباح الخير. صباحك فل. صباح الخير على كل المشاهدين اللي معانا النهاردة، وعايزة أقول إن الموضوع ده موضوع مهم جدا، لأنه بياخد شريحة كبيرة جدا جدا من المجتمع المصري، وقد إيه تأثيره أقوى ما إحنا ممكن متخيلين. مجلس الشيوخ دايما هو المعني برصد ودراسة الموضوعات اللي بتهم المواطن المصري ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وكل الملفات تقريبا. ولهذا احنا عندنا ملفات هامة جدا ان احنا لازم نشتغل عليها، ودايما بنشتغل عليها من كذا بعد، ما بناخدش بعد واحد. الالعاب الالكترونية من احد الحاجات، اولا هي ظاهرة وبقى لها كذا سنة وبتكبر معانا طول الوقت، بدأت أثرها تبان من سلوكيات الأطفال اللي احنا بنلاقيها. صحيح. اللي هم دلوقتي بقوا كمان شباب، فبنلاقي دلوقتي ظواهر الحاجات، العنف زادت، الجرائم اللي فيها غريبة شوية عن المجتمع المصري بقت تبقى موجودة، الانتحار هنلاقي يعني مثلا حتى المفردات الكلام بقت تتغير، انطوائية وانعزالية بالظبط، ما بقاش في التواصل الكافي، في تفكك أسري. لما بنيجي نتكلم مثلا عن التفكك الأسري بنلاقي جزء من المشكلة لا جاي من الناس ما بتقعدش مع بعضها، ليه؟ مشغولين أكتر بالفيديو جيمز والألعاب الإلكترونية وخلافه. وأيضا في جزء إنه في استقطاب للشباب عن طريق هذه الألعاب الإلكترونية، إنهم بيلعبوا مع ناس ما يعرفهمش. أكيد. بيبدأوا يتكلموا معاهم، بيتواصلوا معاهم بالساعات. بنلاقي امهات بتقعد تشتكي كتير جدا ان بيلاقوا زعيق وخناق واصوات ناس غريبه بلهجات غريبه بلغات غريبه مع اولادهم في الاوض، فبتقول مين ده اللي دخل بيتنا من دون استئذان؟ بيعرف كل حاجه، وبيعرف كل حاجه، شايف البيت تقريبا يعني. الى جانب ان هي ما حدش يقدر يقول انها ثغره كبيره وفتحه كبيره جدا في عقل كل طفل وكل شاب قاعد، بتخش من خلاله افكار ومعتقدات ومشاهد بيشوفها بتكرار. واي حد من خبراء علم النفس يقدر يقول تكرار مشهد معين حتى لو دموي بتعتاد عليه. صحيح. وبتشوفه بعد كده عادي. احنا بنتكلم كمان مش على العنف بس، على سلوكيات اجتماعيه مش بتاعتنا، يعني المثليه الجنسيه، التعامل الاباء والابناء مع اباء بطريقه غير لائقه، علاقات موجوده وسط الالعاب، كل ده بيمر بشكل غير مباشر، وهي دي بقى القوى الناعمه اللي بنقول عليها، وبتتسرب لمجتمعنا المصري والمجتمع العربي بشكل عام، بتبث في العقول سموم. طيب مجلس الشيوخ، نرجع للسؤال، مجلس الشيوخ بيعمل ايه؟ مجلس الشيوخ فتح دراسه كبيره عن الموضوع ده. يعني انتوا اللي هتقوموا بالدراسه؟ احنا فعلا عملنا دراسه عن الموضوع ده، وكانت ليها ابعاد كتيره جدا، طبعا ابعاد نفسيه، ابعاد ثقافيه، اجتماعيه واقتصاديه. بنتكلم بنقول طب ايه الحل؟ نعمل ايه؟ ايه التوصيات اللي بنتكلم فيها او بنقول عليها؟ بنقول انه هي موجوده، المنع عمره ما كان بيحل ولا في اي حاجه خالص. دايما الحل وجود حاجه بنفس القوه تعمل سبستيوشن او احلال. بحل مطرح حاجه وبحاول ان انا اقرب للاطفال والشباب دول
ايه الحاجة اللي بتشدهم للألعاب دي، وايه الوقت الفراغ ده؟ طب ممكن نقسمه، طب ممكن نغير طبيعة الألعاب دي، ان احنا بدل ما هي كلها عنف وألعاب قتالية ممكن تبقى فيها ألعاب ليها علاقة حضرتك بالذكاء. شايفه انه الالعاب دي احنا ننشئها هنا في مصر، ولا حضرتك تقصدوا ايه الحلول؟ بمعنى ايه؟ ده جميل جدا. احنا نقول ده الكلام ده بياخدنا لحاجة اسمها صناعة الألعاب الإلكترونية. صناعة الألعاب الإلكترونية، وبرضو كانت دي دراسة موجودة عندنا في مجلس الشيوخ. طيب الصناعة دي، صناعة الألعاب الإلكترونية دي صناعة ممكن تبقى تعتبر يعني مالن جامدة. طبعا الاقتصاد بيحتاج تنوع، ومن ضمن التنوع حاجة زي صناعة الألعاب الإلكترونية اللي تدخل السوق المصري. طيب الصناعة دي مقاومتها هل هي موجودة عندنا؟ موجودة عندنا. احنا عندنا البوبيوليشن او عدد الديموغرافية في مصر سوق فيها مفتوح. 65% شباب. ده عايز فرصة عمل، والشباب دايما بيتجه دايما لفرص العمل اللي علاقة بالتكنولوجيا بيحبها اكتر. عندنا دلوقتي الريس بعد ما فتح كليات تكنولوجية وتعليم فني، وبقت الجيميفيكيشن او صناعة الألعاب الإلكترونية او البرمجة بشكل عام والحاسب الآلي بقت منتشرة جدا في كل الجامعات، سواء خاصة نقطة حكومية جذب. أهلية، وفعلا الأطفال كل أو الشباب كلهم بيحبوا ان هم يشتغلوا في المجال ده. الصناعة دي أشبه بصناعة السينما. بمعنى إيه؟ انت عندك سكريبت بيتكتب، محتوى بيتكتب، عندك شخصيات، دوبلاج، مونتاج، مالتي ميديا اللي هي وسائط متعدده، جرافيك، كل الحاجات دي كلها هتاخد من الشباب ان هم مين بقى يشتغلوا ممكن فيها. يعني يقوم بهذه الصناعة؟ اولا وزاره الاتصالات لازم بشكل او باخر تعمل وتنشئ مبادرات ان هي تشجع الاستثمار على انه يشتغل في الموضوع ده، تشجع الشركات الناشئه ورياده الاعمال ان هم يشتغلوا في الموضوع ده، هايل. انها تدي محفزات اكتر للي يشتغلوا في المجال ده، لان اولا الصناعه دي هتاخد فرص عمل كبيره جدا للشباب، ان هي هتجيب عائد اقتصادي عالي جدا، هتعمل بعد ثقافي واجتماعي عالي، لان انا بحط الشخصيات اللي انا عايزها، بحط الافكار اللي انا عايزها. انا في اطفال بتعمل لي جيمز، يعني بجيبهم بالظبط. هنا هم اللي بيعملوا الجيمز بنفسهم، يعني الموضوع بقى بالنسبة للولاد سهل. سهل، لان البني ادم المصري فعلا متميز في تكنولوجيا المعلومات، لان احنا عندنا الحس الابتكار والابداع عالي جدا، احنا مبدعين ومبتكرين بنعرف. واطفالنا كده. صحيح. فليه ما وظفش العقل المبتكر ده في ان هو يعمل لي العاب صحيح. الكترونيه؟ بتقولي وزارة الاتصالات، هل بقى وزاره تم الاتصالات، التواصل مع وزارة الاتصالات في ذلك وزاره ولا ايه؟ الاتصالات كان شريكه معانا في جلسات اللي مناقشه هايل. الدراسه دي. جبنا الجامعات برضو الاكاديميه كانوا مشتركين معانا علشان نشوف، جبنا الاي تي اي اللي هو معهد تكنولوجيا المعلومات انه بيدي كورسات في الموضوع ده، وعاملين باع طويل جدا في الحكايه دي. كمان معهد تكنولوجيا المعلومات بيعمل كورسات للاشبال او الاطفال بياخدهم، يعني كان الاول بيشتغل بعد التخرج، دلوقتي بينزل اكتر بياخد الشباب بيديهم طب كورسات في هتوصل الصيف. لايه هذه اللقاءات في الاخر، وفكره انشاء بقى هذه الالعاب؟ احنا الدراسه كان فيها توصيات لان احنا الناس دي لازم تعمل لجان او لجان مشتركه انها تشوف ازاي نقدر ننشئ الصناعه دي. مقومات الصناعه، جمال صناعه الالعاب الالكترونيه ايه؟ انها مش محتاجه اسس، مش محتاجه اصول، لا محتاج ارض كبيره، ولا ولا مواد محتاج خام. مخازن، ولا محتاجه مواد خام، ايوه. ولا محتاج ترانسبورتيشن توصيل. برمجه عقلك، محتاجه عقل اللي عندنا. اللي هي اكتر حاجه عند المصريين. صحيح. فيبقى انا عندي عقل، بس ان انا ادرب الولاد دول وابدا اجيب لهم الليتست تكنولوجي عشان يشتغلوا عليها، وابدا انشئ الشركات الصغيره ليهم وادعمهم واعمل طب لهم ممكن نلاقي نتائج ده امتى؟ انكيوبيشن. اول ما يحصل الحكومه تطبق اللي بنقول عليه. بس يعني كل المقاومات موجوده ان الحكومه تبدا تاخد خطوات فعليه في ان هي تعمل تنقل الافكار دي. يعني ده معناه انه حضراتكم كمجلس شيوخ هيقوم بده، ولا هتنقلوه لمجلس احنا النواب؟ عملنا الدراسه وعملنا التوصيات وجبنا كل الاطراف المعنيين او الستيك هولدرز، وكلمنا في كل اللي يخلي الحاجه دي تقوم. يعني احنا عندنا العقل، وعندنا الوزاره، عندنا الكيان القانوني، المؤسسه يعني مؤسسيه الموضوع موجوده، عندنا الجامعات اللي هتديني التدريب والتعليم والناس الكفاءات المتعلمه، وعندنا التكنولوجي على فكره، وعندنا انكوبيشن، يعني عندنا كذا هيئه تبع وزاره الاتصالات فيها حاضنات الاعمال دي. فانا شايفه ان في بلاد كتير جدا حوالينا حتى دول عربيه اخذت خطوات، رغم ان احنا سابقين اكتر
وعندنا المؤهلات اكتر او مقاومات اكتر، بس هم فعلا اخذوا خطوات للتفعيل وبداوا يفعلوا مبادرات خاصه بصناعه الالعاب الالكترونيه بالتحديد. احنا هنتابع مع حضرتك هذا الملف لانه مهم جدا، لانه الناس مش فاهمه انه الموضوع مش مجرد العاب والولاد ماسكه موبايل او الشباب ماسكه موبايل، لا ده هو ليه ابعاد زي ما حضرتك قلتي سياسيه واقتصاديه ثقافيه وثقافيه واجتماعيه. واجتماعيه، يعني الموضوع مش مجرد لعبه. فالحقيقه احنا نستفيد منه بقى بشكل معاكس بشكل ايجابي، ان احنا بالظبط احنا نوظف شبابنا ونعلمهم ويبقى عندنا صناعه تكنولوجيه، ده مهم. فهنتابع مع حضرتك الملف ده، وانا هتابعه لان انا مختصه قوي بفكره مجال الاطفال والشباب. انا بشكر حضرتك الدكتوره راجيه الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ملف مهم جدا جدا فعلا لازم يبقى فيه خطوات، والحمد لله ان احنا عندنا دراسه دلوقتي على ارض الواقع فكره بقى ان احنا تنفيذ، يعني المرحله الجايه هي التنفيذ.